طيب لو اتكلمنا على افريقيا وبطولة 2012 وماتش 2012 طبعا. الذهاب الاهلي والترجي، انقذت الاهلي يا كابتن بالجون بتاعك. يعني الحمد لله. الدقيقة 88 يا كابتن. ها بالظبط. الحمد لله كل ما امشي في الشارع الناس قد ايه يعني فاكرين الجون ده، لان هو والجون اللي انا عملته في كاس العالم والجون اللي عملته في النهائي هناك في تونس اللي انا عملته الجد قد ايه الهدفين او الهدف او الاسيست اللي انا عملته والبطوله الغاليه دي قد ايه الجمهور فاكرها لحد دلوقتي، لحد ما بمشي في الشارع بيكلموني عليها، وحاجه بتبسطني ان انا كنت سبب في ان احنا نجيب البطوله. يمكن البدايه بدات معايا ان انا ما كنتش ببدا في النادي الاهلي بشكل مستمر. جات لي الفرصه في الدور الثمانيه وبدات العب مع كابتن حسام البدري، لحد ما تدريجيا كده بدات على النهائي بقى. كان ليا بصمه في النهائي ان احنا كنا خسرين 1-0، وطبعا كنا يعني قلقانين بشكل كبير ان النتيجه برضه تطلع 1-0، لكن كان ليا نصيب ان انا اجيب الهدف ده ونروح هناك ونحقق البطوله ونسعد جمهور النادي الاهلي. مباراه العوده بقى يا كابتن بدات اساسي صح؟ مباراة العودة هناك في تونس بدأت أساسي. ما أنا جبت الجون بقى خلاص. بس قصدي إن وقتها فكرة إنه كان أبو تريكة وبركات صح؟ وعماد متعب احتياطي. بالظبط يعني إيه إحساسك لما حضرتك بدأ أساسي وأبو تريكة ومتعب وبركات احتياطي؟ يعني وقتها كنت حاسس أصلاً أنت ممكن تبدأ أساسي في الماتش ده؟ بص إحنا كنا جيل بصراحة كنت محظوظ. أنا يعني بسمي نفسي لعبت 3 سنين معاهم، بسمي نفسي ان انا يعني عاصرت الجيل ده. الجيل ده مش هتعوض كفنيا او اخلاقيا او قد ايه كان بيضحي عشان يجيب بطوله للنادي. مهما كانت الاغراءات او مهما كانت المشاكل، قد ايه هو كان مركز في ان احنا لو دخلنا بطوله لازم نجيبها للنادي او لجمهوره يعني. كان في لعيبه كبيره طبعا انا كنت بلعب وسطهم، بتفرج عليهم، وكان في الدفاع او في خط النص، وفي المكان بتاعي كان في متعب وكان في جد وكان في بركات وكان في ابو تريكه. كان لي نصيب ان انا في الفتره دي كنت ماشي بشكل كويس. جبت جون هنا في القاهره، وجبت وبدات هناك. شايف بقى الدكه، شايف شعب فضيل وبركات ومتعب وسيد معوض. بس كنت حاسس انك هتبدا اساسي في المباراه دي؟ يمكن الجون اللي انا جبته من خلال التمرين قبل الماتش حسيت ان انا في الفرقه الاساسيه يعني. لكن ببص كده قبل الماتش بيوم بشوف معقول الناس دي هتبقى بره وانا بادئ، وده اول نهائي طبعا ابداه بشكل اساسي وبطوله كبيره بالنسبه لجمهور النادي الاهلي او النادي الاهلي قد ايه حريص عليها يعني. فكنت يعني لحد ما يعني الموقف بالنسبه لي كان كبير شويه، لان انا برضو كمان الماتش مش في القاهره، الماتش هناك في ملعبهم وفي جمهور كبير موجود، وطبعا الناس بتتفرج علينا طبعا. هم بطوله. عايز اقول لك يا كابتن، لحد اللحظه دي كتير من جمهور النادي الاهلي بيقول ان ده احسن ماتش الاهلي قدمه في نهائيات افريقيا. بالزبط. وكان مسيطر جدا على الماتش في الملعب. بالظبط. احنا يعني عايز اقول لك رغم الناس اللي كانت قاعده بره، شوف الاسماء اللي انا بحكي لك عليها، لكن قد ايه ال 11 لعيب اللي كانوا موجودين في الماتش والاحتياط اللي نزل، قد ايه ما فيش واحد كان وحش في الماتش. يمكن الجون بتاعي فتح الماتش شويه، ادانا ثقه، لكن انا حاسس ان احنا كنا في الدقيقه 90 حتى لو جينا فين وجونا هنجيب، لان احنا كنا في حاله فنيه كويسه جدا، لدرجه ان حسام غالي ما كانش بيزعق في الماتش. فانا قررت الموضوع، قلته في كذا برنامج ان حسام غالي، فبقول له حسام انت ما بتزعقش وكده، فقال لي انا مش لاقي حد ازعق له يعني. من النوادر بتاع حسام غالي يعني. فقد ايه 90 دقيقه كانت الاهلي كان يستحق فعلا ياخد البطوله، والحمد لله حققناها، وسعيد ان انا شاركت في البطوله وكان ليا بصمه فيها يعني.